وبهذه المناسبة اللي كان عندنا واحد الحوار اللي بناء، وكان واحد الحوار اللي نقول بأنه حوار جامعي وحضاري. وبغيت نشكر رئيس الحكومة، وبغيت نشكر سي القجاع اللي عاونونا ودفعوا بهذا الحوار، والنقابة الوطنية للتعليم العالي اللي كنا في واحد الحوار اللي كنقول بأنه تاريخي بالنسبة للجامعة المغربية، واتفقنا على جميع البنود ديال المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ما فيه البحث العلمي والابتكار، ما فيه يعني تجويد ديال البيداغوجية، وبالخصوص الرقمنة ديال البيداغوجية، وكذلك على التحيين وديال القانون 0100 اللي اتفقنا على البنود الكبيرة باش نخليو الجامعة المغربية اليوم تواجه التحديات اللي كاينه في جميع الدول اللي كنعيشوها اليوم. وكتعرفوا التوجيهات ديال سيدنا الله ينصرو بخصوص الكابيتال هومان، الرأس مال البشري اللي اليوم ولا هو الكنز ديال جميع الدول. وكتعرفوا المكانة ديال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في هذا الميدان هذا. بغيت نفتخر بجميع المكونات ديال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبغيت نشكر ايضا ونجدد الشكر ديالي للحكومة ككل، لان في هذا المخطط تنحاولوا نطبقوا النموذج التنموي الجديد، واللي هو داخل كله في البرنامج الحكومي. وراكم بهذا تشوفوا بهذا الحوار وبهذا الاتفاقيه اللي درنا، اللي هي عندها يعني في هذا القانون الماليه الجديد اللي غادي يدخل، وغادي تشوفوا بان واحد التغيير كبير اللي غادي يوقع. انا كنقول بان اليوم في جميع الدول وفي جميع المجتمعات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ولا واحد الركيزه اللي كتخلي التقدم. وكتعرفوا بان الجامعه العموميه بالخصوص اللي اليوم ولات واحد القاطره اللي كتخلي الشابات والشباب المغاربه يتكونوا ويكونوا انفسهم. وفي هذا المخطط الوطني اللي ديما كناكدوا عليه مشينا في التمكين ديال الانسان، هذا هو التغيرات الكبيره والرقبنه اللي كاينه اليوم في جميع الدول، وبغينا نسيروها باش نمشيو في واحد الاستراتيجيه ديال جامعه دوليه بالمعايير الدوليه، لا في البحث العلمي ولا في التدريس ولا في الهندسه البيداغوجيه. واولا اهم المخرجات وهي يعني رد الاعتبار للاساتذه الجامعيين اللي كيتسناو هذا الحوار وهذا الاتفاق منذ سنوات. والحكومة ديالنا تقريبا عام وحنا كنتناقشوا وعطينا التوجهات ديالنا باش وصلنا لهذا الحوار. النقطة الثانية، لأن ميمكنش تكون عندك جامعة يعني بالمعايير الدولية إلا ما كانش عندك أساتذة باحثين اللي عندهم الكفاءات وبالمعايير الدولية. هذا هو التوجه الكبير، كيفاش نكونوا رأس مال بشري ديال الجامعة اللي هما غادي يكونوا رأس مال بشري اللي غادي يخدم لنا في البلاد ديالنا. كتعرفوا اليوم رأس مال البشري بالنسبة للمجتمعات كامل. النقطة الثانية وهي البحث العلمي يكون كركيزة بالنسبة للتمييز وبالنسبة للميريتوكراسي، باش نخليو الأستاذ الجامعي تكون عنده واحد الترقية ديالو طول الحياة الجامعية ديالو، ولكن مبنية على المردودية، مربية على الكفاءة. ولكن كاين واحد النقطة اللي مهمة، وهو يعني هذه الهندسة البيداغوجية الجديدة اللي احنا خدامين عليها باش تكون تمكن من اللغات، تمكن من المهارات الذاتية والأفقية والرقمية، باش نعرفوا اشنو بغينا من الشباب ديالنا من بعد الإجازة ومن بعد الماستر ومن بعد الدكتوراه. والنقطة الرابعة، إلا بغيت نزيد النقطة الرابعة، وهو لأول مرة في تاريخ الجامعة المغربية كنتكلموا على دكاترة من جيل جديد اللي غادي نبداو إن شاء الله بهذه السنة، هذه غادي نبداو 1500 دكتور من هاد دكاترة الجيل الجديد اللي غادي يكون عندهم واحد المكانة اللي غادي يدخل في النظام الأساسي، باش يكون عندهم يعني واحد مرصود مالي باش يديروا الدكتوراه ويديروا بعد التدريس واحد الساعات في الاسبوع، ويكون عندهم واحد الحركيه وطنيه وحركيه دوليه ملزومه.
وكذلك تكون عندهم الإشهاد في اللغات، راكم كتعرفوا القيمة والأهمية ديال اللغات بالنسبة للأستاذ في المدرج، وكذلك تكون عنده هذا الإشهاد في هذه المسائل اللي كنسميها أنا لي سوفت سكيلز ولي باور سكيلز، لأن كنعرفوا المكانة ديال الأستاذ ماشي غير كيجي المدرج، الأستاذ هو الدكتور اللي غادي يدير الدكتوراه ديالو، غادي يولي أستاذ وغادي يكون كوتش، يكون أكثر من إكسبير، يكون خبير ويكون قادر باش يواجه وباش يتعامل مع الطلبة اللي بعض المرات كيكونوا في ظروف اللي كتكون صعيبة. التوجهات كلها هي توجهات يعني دولية اللي تنتمناو إن شاء الله وخارجة في النموذج التنموي، وبهذا الاتفاق هذا باش تكون عندنا واحد الروح وطنية وجامعية.